وجهك يعني كلمة للشعب الفلسطيني. احنا شعب واحد واحنا هنا النهاردة في مرافق المصرية مش عشان كل مصر افتحي المعبر. المعبر مفتوح ومقصوف من الناحية الإسرائيلية لمنع دخول المساعدة. احنا هنا بقالنا يومين كل شوية قصف من الداخل. احنا بنبعت الهلال الأحمر بنبعت مدنيين علشان يساندوا أهلنا المدنيين في غزة. قصف المدنيين حرام شرعا. احنا تحت مظلة الأمم المتحدة. مدنيين تحالف الوطن العمل الأهلي بندخل مساعدات إنسانية عاجلة وطارئة. مجاعة هتحصل بغزة. ما طلبوش أكل ولا دق ما فتحوش بقهم. بس احنا مش هنسكت. مرابطون حتى الإغاثة. وكل التشدد بالشعارات الدولية كشفتوا على حقيقة. انتوا اللي بتضربوا المسلمين والمدنيين وهم داخلين عشان يسقفوا مدنيين. كفاية تقولوا لنا حماس مدنيين وأطفال.